التطور ليس علم حقيقي. هنكمل في السلسلة بتاعتنا التطور ليس علم حقيقي في دقائق قليلة، ولسه بنكمل مع بعض القسم الثاني وهو أدلة صغر عمر الأرض اللي تؤكد صدق ما قاله الكتاب المقدس لفظيا. هنكمل مع بعض دلوقتي بعض المقاييس اللي تؤكد صغر عمر الأرض أن هو بضعة آلاف من السنين زي ما قال الكتاب المقدس، والمقياس اللي هندرسه دلوقتي هو مقياس رقم 46 وهو ضغط الزيت في القشرة الأرضية. اتحسب بمعدلات، المعدلات دي هي فعلا بالحقيقة معقدة، بين قدرة احتمال القشرة الأرضية ومعدل تزايد ضغط الزيت اللي هو البترول وغيرها من العوامل المؤثرة عليه، فوجد أن القشرة الأرضية هي في الحقيقة لا تستطيع أن تحتمل ضغط الزيت لأكثر من 10,000 سنة. بناء عليه عمر تجمع الزيت بحد أقصى 10,000 سنة وإلا ينفجر بئر البترول. ممكن وجدوه في بعض الحالات الاستثنائية ممكن يوصل لغاية 15,000 سنة في بعض الطبقات الصلبة جدا، لكن بعده هيكون انفجر، بس أبار البترول ما انفجرتش. ده يؤكد أن عمر حقول البترول أقل من 10,000 سنة اللي انفجر منها نسبة قليلة جدا. ده مقياس مهم وبتعتمد عليه شركات البترول، يؤكد قصر عمر الأرض وليس ما بيقول زي ما بيقولوا ملايين وبلايين السنين، بل هو بضعة آلاف من السنين. بعض الراجع للي يحب يراجع هذا الموضوع ويقرأ في زيادة أهي قدام حضراتكم على الشاشة. مقياس آخر وهو المقياس 47 ويرتبط باللي أنا قلت قبل كده، وهو معدل هروب الغاز الطبيعي. الغاز الطبيعي بيبقى موجود في طبقات مسامية سواء اللي هو اللايمستون أو ساندستون، طبقات كلسية أو رملية، بيبقى مغلفة بطبقة صماء واللي بتسمى القبعة اللي بتحبسه. طبعا الزيت بيتحبس أسهل من الغاز الطبيعي لثقله وكثافته العالية، لكن الغاز الطبيعي أخف بكتير وبيبقى ليه معدل بيهرب بيه حتى من الطبقات دي، لأنه غاز محبوس تحت ضغطه والضغط بيتزايد. لما بدأوا يحسبوا معدل هروبه لقوه أسرع بكتير جدا من اللي كانوا يتخيلوه، وطلع معدله لا يناسب قدم عمر الأرض ولا فرضية التطور. لأن لو كانت الأرض قديمة جدا والغاز الطبيعي من عشرات ومئات الملايين من السنين محبوس، ده كان هرب من زمان جدا، لكن وجوده حتى الآن والنسبة اللي هربت منه القليلة يؤكد قصر عمر الأرض والطبقات الرسوبية، ده معناها بضعة آلاف من السنين. ده مقياس آخر مهم أيضا يؤكد صغر عمر الأرض زي ما قال الكتاب المقدس. مقياس آخر يتفق مع اللي فات وهو المقياس 48 أو معدل هروب البترول في قاع البحار والمحيطات أو Oil Seabed. البترول اللي بيبقى موجود في القشرة المحيطية تحت قاع البحار والمحيطات بسبب الضغط برضه المتزايد بيبتدي يتسرب إلى المية. بدأت دراسات تحسب معدل تسريبه قد إيه وتحمل القشرة الأرضية في قاع المحيطات ليه، وجد أيضا إنه معدله مرتفع وقوة التحمل قليلة، فممكن يتسرب الكمية بتاعته في 20,000 سنة. يعني بكل تأكيد عمره أقل من 20,000 سنة، لأن لو كان عمره 20,000 سنة فما فوق كان معظمه تسرب. ولما اتحسب بالكمية اللي موجودة بمعدل التسريب هو في الحقيقة ليه إن عمره بضعة آلاف من السنين، تقريبا 5,000 سنة. ده يؤكد اللي قاله الكتاب المقدس وأن عمر الأرض هو بضعة آلاف من السنين وليس مئات الملايين وبلايين. مقياس آخر أو معدل آخر وهو رقم 49، لكن قبل ما أعرضه اللي عايز يرجع لي بعض المراجع اللي تشرح موضوع تسرب البترول في قاع البحار والمحيطات أهو قدام حضراتكم على الشاشة. معدل 49 وهو الكربون المشع في البترول والغاز الطبيعي. كل البترول المكتشف والغاز الطبيعي والفحم طبعا غني بالكربون، لكن لما بيتسمح قياسه بالكربون المشع، تحليل للكربون المشع دايما بيدينا ان هو غني بالكربون المشع، وبيدينا نسبة مرتفعة من الكربون المشع. دراسة تمت ما بين سنة 1984 إلى 1998 على 70 عينة من فحم وبترول وغاز طبيعي. المفروض يتراوح أعمارهم حسب ادعاء التطور ما بين 350 مليون سنة إلى
32 مليون سنة، كلهم كان بيهم كربون مشع بنسبة مرتفعة، والمقياس الداني أعمار أقل من 20,000 سنة. ده معناه حاجة مهمة جدا، إن الكربون المشع ما وصلش إلى مرحلة الاتزان. لو تفتكروا اتكلمنا على المقياس ده قبل كده، الكربون المشع في الغلاف الجوي وهو في ازدياد، وده اللي يدينا هذا المقياس. يعني لو حطيت هذا العامل ألاقي إن أعمار البترول والغاز الطبيعي والفحم، بنتكلم على تقريبا 5000 سنة، أقل بكتير جدا من اللي يتخيلوه مؤيدي التطور، وأقل بكتير جدا من اللي يتمنوه عشان يثبت قدم عمر الأرض. ده يؤكد صغر عمر الأرض، كما قال الكتاب المقدس إن الأرض اتخلقت فعلا في 6 أيام. الكلام ده تم من 4000 من السنين، وأيضا تقريبا من 4500 سنة تم الطوفان اللي حبس هذه الأشياء وحولها لبترول وغاز طبيعي وفحم. اتكلمت باختصار شديد قدام حضراتكم في عدة دقائق، ولكن عايز تفاصيل الموضوع بالمراجع وشهادات العلماء يقدر يرجع للينكات اللي قدام حضراتكم، سواء المكتوبة أو الفيديو على قناة اليوتيوب.